والتي نزعم انه كان يحبها حبا جما. ربنا يجعله في ميزان حسنات كل اللي صلوا على مهدي عاكف بناء على طلبنا المتواضع في اول حلقه صلاه الغائب، وبدعوهم انهم يدعوا للمستشار شيرين فهمي قاضي المحكمه ان ربنا يعجل له الخير في الدنيا ويبقيه له في الاخره باذن الله، حقيقه جزاء وفاقا على كل ما فعل حقيقه من خير في هذه الدنيا. مهدي عاكف الله يرحمه كان ليا معاه لقاء شخصي، لا نزكي الله احدا، رجل ابعد ما يكون عن السياسه، الصراحه كانت خطه الوحيد، وده خطه حقيقه، يعني دي النقطه اللي ممكن تحسبها على مهدي عاكف الله يرحمه. استضفته في برنامج محطه مصر، سالته من ضمن ما سالته عن الكيان الصهيوني، فتلك كانت اجابته. كل ما حد يجي للصحفيين وخصوصا الامريكان يسالني بعد ما اخذ الحديث يسالني السؤال ده، وهقول لك اهو باعلى صوتي كما قلته للبيت الابيض والمجمعات، الاخوه المسلمين لا تعترف باسرائيل، بتعتبر ان هذه عصابات صهيونيه، ما همش يهود، عصابات صهيونيه احتلت ارض ليست لها، قتلت الرجال والنساء والاطفال وهجرتهم وجرفت الارض وهدمت البيوت، فليس لهم عندنا إلا المقاومة حتى يخرجوا من بلادنا. خلاص، في وقت واحد يسمح لهم بالبغاء حينما تقام الدولة الفلسطينية ويكونوا مواطنين عاديين فيها. عرفت بقى موقف الإقامة من الصهاينة مش من إسرائيل. طب وده يعني ان مثلا الاتفاقية كامب ديفيد على عين وراس كل اتفاقيات العالم، اتفاقية كامب ديفيد تعرض على مجلس الشعب، إن وافق عليها مرحبا بي، إن ما وافقش عليها نرفضها. ما فيش في اتفاقيات في الدنيا يعني سائرة مدى الحياة. حتى كان بدايه كان المفروض بعد 20 سنة يراجعوها. أنا أحترم رأي الشعب. إذا الشعب قال هذه اتفاقية مرفوضة نرفضها. إذا قال الشعب خليها. فأنا مع رأي الشعب. هكذا قال مهدي عاكف الله يرحمه بكل وضوح. تكلم حقيقة عندما استضفته أيضا عن اليمن والمملكة العربية السعودية. يا أخي علي عبد الله صالح، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما أحكيها بقى. تفضل. بعثت له رسالة لما كان بيحارب الحوثيين. قلت له يا سيادة الرئيس، يعني لا يجوز لك كرئيس أن تحارب أهل وطنك، وخصوصا هو زيدي زيهم. فأرجو يعني أن يكون في تفاهم وفي حوار أفضل من الحرب. ما ردش علي، فمسكت التليفون وطلبت صادق الأحمر رئيس ابن عمه؟ لا، صادق الأحمر بتاع قبيلة شيخ القبائل. فالراجل قال لي والله تمام يا فضيلة المرشد، وأنا إن شاء الله هعرضها على الرئيس الصبح. وما عرضش حاجة أو ما ردش علي. فيعني بعدت جبت الإخوان فقالوا لي الحقيقة يعني انه للاسف الشديد يعني السعوديه كانت بتدي له فلوس عشان يحارب، فسكت. وجت السعوديه برضه بعتت جيشها يحارب، فكتبت خطاب رقيق جدا للملك عبد الله، قلت له يا خادم الحرمين اننا لن لكم قدر كبير في نفوسنا ونفوس المسلمين، ومهمه خادم الحرمين ان نصلح بين الناس، لا أن يذهب جيش ليحاربهم. وأذكرك بموقف والدك العظيم حينما أعد جيش لمحاربة اليمن ووقف في وجه العلماء فرجع. الله يرحمه، ده مهدي عاكف الإنسان، يتحدث عن الحوثيين اللي هم الشيعة وبيسندهم الشيعة والبتاع، وقال لهم، قال لك ده حتى الرئيس زايد يعني يا جماعة اللي هو كان بيرفض القتل أيا كان لأي إنسان. اتكلم كمان مهدي عاكف الله يرحمه عن التغيير وعن مصر. اعتقد الحته دي محتاجين كمان نشوفها. انا اول ما جيت مرشد زمان ست سنين كانت برضه في قناه مستضيفاني، قلت لهم واهم من ظن انه يستطيع ان يحكم مصر وحده. شوف من امتى؟ واهم واهم. مصر الان في حاجه الى تضافر كل الجهود، وأرجو من كل مصري يعيش على هذه الأرض أن يتقي الله في أن يعمل لوحدة هذه الأمة
ويعمل لنهضتها بكل الطرق والوسائل، ويتركه من هذا الكلام الكثير الذي يعني لا جدوى منه، ويحترم إرادة الشعب. لابد من كان مخلصا لمصر أن يحترم إرادة الشعب. سبحان الله سبحان الله، يعني هذه الكلمات لا تصدر حقيقة، يعني ما اعتقدش انها بتصدر الا عن وطني مخلص، بالذات حتة انه حدش يقدر يشيل الشيلة لوحده بتاعت مصر، وكأنه بيصف الحال الان. الكلام ده في 2012، او اواخر 2011، يعني في هذه الفترة. اتكلم مبكرا مهدي عاكف الله يرحمه عن رفضه لأن يكون للإخوان مرشح. يا ترى في إيه؟ تفسير تصريح حضرتك اللي قلته الشرق الأوسط اللي قلته خوفا على مصر، الإخوان مش عايزة تبقى منها رئيس، لا رئاسة ولا حكومة، يعني ليه بقى خايف؟ رئيس حكومة خايف على مصر من إيه؟ شفت عملوا إيه في غزة؟ شفت عملوا إيه في حماس؟ ها؟ وبعدين مصر ما زالت يا أخي الكريم ضعيف. الجيش يحتاج أن يكون قوي، الجيش كان محجم، الاقتصاد المصري الجيش كان محجم، نعم مبارك كان يقصد، نعم ها. وبعد لازم الجيش في حد يحجم جيش بلده؟ يا أخي ده كان مبارك كان بقول يعني نقول كنز استراتيجي لإسرائيل. عاوز أخدمك كده إيه؟ أمريكا بتدعم، مش بتدعم الشرعية وبتدعم الديمقراطية أبدا، أمريكا لا تريد الخير لمصر، خدت بال حضرتك؟ ولذلك احنا لا نهتم بكلام الناس. ايوه فلان قبل وفلان قال، نحن مع خدمة هذا الوطن بأجندتنا لا بأجندة خارجية. وحينما أقول لخدمة مصر كما قلت لك قبل ذلك، نحن نريد جيشا قويا، اقتصاد قوي جدا، ثقافة وجامعات وتعليم على مستوى عالي. الفقر ما يكونش بهذه الصورة لما تصل الأمة ونحن نعمل من أجلها خير من أن نحكم. وبعدين لما البلد تصل إلى هذه المرتبة من الرقي والقوة يبقى نحكم من هذه سهلة. الله يرحمه نفس الكلام الذي قاله كل العقلاء، نفس الكلام الذي قاله وردده وجفت حلوق كل من داوموا على ترديده عشان خاطر مصر لا تذهبوا بمرشح للرئاسة. لكن أقدار الله وربنا ليه تصريف وليه أقدار حقيقة، وليه مكر وليه كمان أهداف يصعب علينا أن احنا نعرفها في هذا التوقيت. زي ما قلت لك كنا أنه ومع مرور الوقت تأكد أنه لم تكن، ما كانش حاجة كل حاجة هتتكشف بهذا الشكل لولا هذا التصرف الخاطئ، كما قال المرشد السابق مهدي عاكف الله يرحمه. اتكلم معايا كمان ساعتها ازاي رافض ان يكون ليه منصب في حزب الحرية والعدالة. ليه فضلتك ما انضمتش لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للإخوان؟ قلنا لا، أنا عضو مؤسس فيه. عضو مؤسس في الحزب. نعم أنا عضو مؤسس في الحزب، ولكن ما لا تتبوى أي منصب. لا عضو عادي، إنسان عنده 83 سنة، ربنا يديك الصحة. يعني 83 سنة هقدم إيه تاني؟ هذا ما نقوله دائما حقيقة للكل، يعني أجيال تجديد الدماء، مصر الشابة، مصر الجديدة، مصر اللي محتاجة للشباب بكل تأكيد. كان يراه الرجل الله يرحمه الإنسان مهدي عاكف اللي رفض أن يقول كلمة عن مبارك لأنه مسجون. رسالة أخيرة للتاريخ لمبارك، لو صوتك وصله دلوقتي في شرم الشيخ تقول له إيه؟ ولا حاجة، أن الله يعني الله سبحانه وتعالى عادل، وأنا يعني لا شماتة ولا ليس لي أي الآن رغبة في شيء، والأمر في يد القضاء يفعل ما يشاء مما
اعتز به ان ليس في قلبي اي شيء لأي حد ظلمني، ليس في قلبي شيء نحوه، ولكن اريد للعدل ان يكون. واما وان القضاء بيده الامر الان لا يجوز لنا ان نتكلم. ونسأل الله العافية للجميع، ونسأل الله المغفرة للجميع، ونسأل الله ان يتوب علينا جميعا. هذا هو الانسان حقيقة. قلت لكم لا نزكي على الله احد، لكن هو ده البني ادم اللي هو لم يذكر مبارك حينما كانت تصب كل اللعنات على مبارك، وكل الكلمات على مبارك، وكل شيء على مبارك، واللي عمله مبارك، واللي رفض ان يتحدث بحرف عن مبارك، وقال كل ما انشده هو العدل، وان الامر في ايد القضاء. اوعى تضحك. الحمد لله، فانا ان شاء الله مطمن ان ان ان, إن الحق لازم ياخد مساره، والحمد لله زي ما حضراتكم شفتم الحق خد مساره في مصر. الحمد لله حقيقة، حد ما لبس في الحيطة خد مساره، وقضاءنا أكد إن هو شامخ حقيقة، شموخا لا يأتي حقيقة أي 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 أهاجيس من يمينه أو يساره. الحمد لله. الحرية، الله يرحم مهدي عاكف يا رب، الله يرحمه. لا نقول إلا كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا لفراقه لمحزنون. الحرية، أقرب من شرك النعال. عارف شرك النعال؟ يعني ربنا يعز قدركم، الحذاء يعني حاجة جزء. بس إحنا نمد إيدينا. فيلم قصير جدا لكن عبقري جدا. فاكر الفيلم الروسي اللي تاخد جوائز اللي عرضناه 3-4 دقايق للست اللي راحت تاخد مرتبها، فقعد الراجل ينصب عليها وبتاع وتقبل وبتاع لحد ما خصم اكتر من 80% مرتبها، وبعدين قالت له شكرا، فقام انفجر فيها غضب، قال لها شكرا على ايه؟ شكرا على ايه؟ حقك انا باكله، انت ازاي كده وبتاع. اللقطه العبقريه دي لقطه حريه المسجون حقيقه. جاءه هاتف الحريه، تعال نشوف ايه اللي حصل، وهقول لك تعليق في النص كده في اللحظه اللي انت تستحق. فيلم ارجوك بجد